حسينة الله ينصرو على كيدير على على بلادنا وعلى الكرة السبور جينيرال فوالا هذا على النية كيما هي النية سي بلا ايماج على البلاد ديالنا وبنية كنزيدو ان شاء الله والناس يفهمو بلا النية ما كافية شخصية هي الخدمة ان شاء الله. احنا الان في الدوره الثالثه لجائزه الدبلوماسيه الشعبيه، هذه الجائزه اللي كتسهر على منحها لجنه حكماء كتشكل من شخصيات بارزه ومن وزراء سابقين كيترأسهم السيد صلاح الدين مزوار وزير الخارجيه والتعاون السابق، وهذه اللجنه اشتغلت كثيرا وعملت اجتماعات مطوله باش تحاول تختار الفائز المحظوظ والفائزه المحظوظه في عدة اختصاصات العلوم وفي الاختراع في الصناعة وكذلك في الثقافة وكذلك في حقوق الإنسان وفي التعايش وفي مجالات أخرى. اللي مهم هو أنه المغاربة والشباب والشابات خاصهم يحافظوا على نفس أمجاد ديال الناس اللي سبقونا ويمثلوا المغرب ديالهم، لأن حب المغرب في القلوب. ففقط بفضل الدبلوماسية الناعمة اللي هي كيمكن لها تدعم المغرب في القضايا ديالو الوطنيه، وهي صمام الامان لاي حاجه، وفي نفس الوقت فهي دبلوماسيه احتياطيه اللي كنلقاوها في وقت الازمات. فانا من منابركم ادعو جميع الشباب على القيام بتمثيل بلدانهم بالطبع بالخير في العلم في الاختراع في الثقافه وبالابداع. هذا هو التمثيل الابقى والادوم، لانه من خلال هذا النجاح ديال هذه الاطر المغربيه فالعالم كيتعرف علينا، ولا ادل على ذلك ما قامت به الابطال المغربيه الابطال والبطلات مثل نوال وسعيد عويطه ومثل داك الشيء اللي درنا في الكره في مكسيكو 86 وداك الشيء اللي درنا في قطر في الكره. فاحنا محتاجين لهذا الرموز، لان بفضل اجاداتهم وبانجازاتهم يتم رفع العلم المغربي عاليا. الفائز بهذه الجائزة هو السيد والأخ والصديق العزيز والمحبوب السيد طيب الدروش الأمين العام للاتحاد المغربي العربي الذي تفضل مشكورا. إذا وقع تشريفي بأن أكون من ضمن المتوجين بهذا التكريم من قبل المؤسسة الدبلوماسية ولجنة الحكماء التي تتبع المجلس المؤسسة الدبلوماسية، وأعتبر أن هذا من التقاليد الجيدة التي تشجع على خدمة الشأن العام، وباعتبار أن هذا يتعلق بالدبلوماسية الشعبية التي هي مكملة للدبلوماسية الرسمية. أبو صوف أمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج، يعني هذا التكريم اليوم من طرف المؤسسة الدبلوماسية يعني هو شرف كبير لي ومسؤولية أيضا، خاصة في مجال الثقافة المغربية التي يعني نسميها يعني ما نسميه بتمغربي جميعا، لأنها تمغربي تروح يعني يسري في مفاصيل حياة المغاربة كلية. وهذه الثقافة يعني تتمتع بقيم متعددة منها التنوع التعدد التسامح احترام الآخرين وجود حضور المرأة بقوة في هذه الثقافة. دستور المملكة يعني رسخ كل هذه القيم يعني المتعددة إثنيا ولغويا ودينيا وحتى عالميا. إذن نريد إن شاء الله أن نصل بهذه الثقافة المغربية أن تصبح ثقافة كونية تساهم إلى جانب الثقافات الأخرى بطبيعة الحال في حل المعضلات الكبيرة التي يعيشها اليوم العالم. يعيش في تيه لن نعرف إلى أي ضفة نبحر، العالم يعيش في صدامات في حروب في نزاعات في تشنجات هويتية. الثقافة المغربية يعني لها من المقومات ما يمكنها أن تكون عاملة مساعد. إحنا لاحظنا في الحوز مثلا زلزال الحوز كيف هب الشعب المغربي في عمل تضامني لفت انتباه العالم، يعني الفعل التضامني لفت انتباه أن هناك شيء آخر في هذا العالم. فأعتقد هذا ما سنسعى إليه يعني من خلال تبليغ الثقافة المغربية إلى العالم. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.